جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان علي قضاء 6 أيام من رمضان وأريد أن أصوم 6 من شوال، فهل يجوز أن أنوي القضاء وصيام 6 الأيام من شوال في وقت واحد؟ عليك أن تنوي القضاء أولا، تفرغ ذمتك من الواجب، ثم بعد ذلك تصوم 6 من شوال. أما أن تجمع بينهما بصوم واحد فهذا لا يجزي، لا بد أن تصوم القضاء أولا ثم بعد ذلك تصوم 6 من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر.